خطوات بسيطة راح أشرح أداة الزوم أو أداة التكبير والتصغير لبرنامج أدوبي فوتوشوب 2021، وهي راح تكون بصندوق التول باكس، والاختصار مالتها راح يكون حرف زد من الكيبورد. مجرد نضغط من الكيبورد حرف زد راح ينتقل المؤشر من أي أداة احنا اللي نستخدمها لأداة الزوم، وبهالشكل نحصل على اكسس او استخدام سريع بنفس الوقت. وبعد ما نضغط على اداة الزوم راح نشرح الخصائص مالتها، اللي هي ريسايز ويندوز تو فيت زوم اول ويندوز وسكروبي زوم و100% وفيت سكرين وهنا فول سكرين. واذا اجيت ضغطت كليك رايت على التصميم او على مكان العمل راح نشوف نفس الخيارات مثل ما تشوفون، فيت سكرين و100% نفس الخيارات اللي موجودة فوق. لكن هاي القائمة تفيدنا بسرعة التنفيذ، خاصة اذا كان عندنا تصاميم كبيرة او معقدة. وهسه راح اجي اطبق هاي الخصائص فول سكرين فيت سكرين. فول سكرين اللي هي ياخذ التصميم على قد الشاشة، والفيت سكرين راح تعادل لنا التصميم على قد الشاشة مثل ما تشوفون. واكو خصائص زوم ان وزوم اوت، وهاي اختصارها من الكيبورد كنترول بلس للزوم ان وكنترول ماينس للزوم اوت او كنترول ناقص للزوم اوت. مجرد ما الغي تفعيل السكروبي زوم واحدد بهالطريقة راح اقدر اقرب وابعد، واذا عدت تفعيل السكروبي زوم مجرد ما اضغط بالماوس بهالشكل راح اقدر اقرب وابعد بدون اي تحديد. وهسه اذا اجيت فعلت زوم اول ويندوز اقدر اقرب خارج منطقة العمل او خارج منطقة التصميم مثل ما تشوفون قدامكم واضح. بس نقول له fit on the screen راح يرجع لنا كل الاعدادات بشكل صح، ما راح اقدر اقرب خارج التصميم او خارج منطقة العمل.